اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله اسلحه الجيش المصري، واللي بنتكلم فيها بالتحديد عن اسلحه المشاه الخفيفه. والنهارده ان شاء الله هنبدا كلامنا عن البندقيه القناصه دراغونوف. والبندقيه دراغونوف هي بندقيه روسيه الصنع، تم تطويرها ما بين سنه 1965 ودخلت الخدمه سنه 1967. والبندقيه اللي بنتكلم عنها النهارده من اهم مميزاتها ان هي في الوزن اخف من اي بندقيه تانية في نفس التصنيف الخاص بيها، الا ان هي تشبه البندقيه الكلاشينكوف في حركتها الميكانيكيه. بس من اهم الاختلافات بينها وبين الكلاشينكوف ان بعض الاجزاء الداخليه الخاصه بالبندقيه بتختلف في الحجم عن الاجزاء الداخليه الموجوده في الكلاشينكوف. ومن ضمن المميزات اللي موجودة في البندقية دي هي الفتحة اللي موجودة عند الأخمص الخشبي اللي بتبقى موجودة في ظهر البندقية لما بيتم النظر بالمنظار. والمنطقة دي أو الفتحة دي بالتحديد من أهم مميزاتها إن هي بتحمي منطقة الخد للقناص. ومن أهم المميزات اللي موجودة في البندقية اللي معانا النهاردة إن هي بتعمل بضغط الغاز، ومخزنها بيحتوي على 10 طلقات. ومن أهم المميزات الخاصة فيها بما إنها بندقية نص آلية إن هي بتحتوي على مشتت للهب عشان يتم التدقيق وقت التصويب، وطبعا بيتم التخفيف من قوة الارتداد. ومن أهم المميزات اللي بتكون موجودة في الجزء الأمامي من البندقية إن يمكن تركيب فيها اسنان معدنيه، بس حاجه زي دي ما بتكونش مهمه او عمليه جدا في البندقيه القناصه، وده طبعا لاسباب ان هي ما بيتمش استخدامها للقتال القريب. طبعا القناصه بيتم استخدامها للتصويب من مسافات بعيده جدا. وطبعا سبب الاهتمام الشديد من الجيش الروسي بالقناصه، وده لسبب بسيط جدا وبيرجع للحرب العالميه الثانيه وقت ما كان الجيش السوفيتي بيحارب الجيش الالماني وقت العملية اللي تم تسميتها بباربروسا، واللي كان هدفها احتلال الاتحاد السوفيتي بالكامل، واللي قام فيها الجنود السوفيت بتدريب الجنود الخاصين بيهم على القنص من مسافات بعيدة جدا. وطبعا كانوا بيعملوا حاجة زي كده عشان يتم اغتيال الجنود الالمان، واللي كان بيقدر السوفيت ان هم يتعرفوا عليهم من خلال الشارات والاكتاف اللي بتكون متعلقة في الزي العسكري او الزي العسكري الرسمي الخاص بالقادة الالمان. وفي الوقت الحالي كل دورية موجودة في الجيش الروسي معاها مجموعة من القناصين بيستخدموا القناصة SVD، ومعاها الجندي المخصص للقنص، ومعاه الملابس المموهة الخاصة بالقناصين. وطبعا من المميزات اللي بتكون موجودة في البندقية اللي معانا النهاردة هي خفة وزن البندقية، ودي اللي بتسهل على الجندي ان هو يشيلها معاه ويشيل معاه لوازم القنص التانية والملابس الخاصة بيه ولوازمه بشكل عام، بحيث ان البندقية ما تسببش عائق في حاجة زي كده. ومن اهم المميزات اللي موجودة في البندقية اللي معانا النهاردة ان هي بندقية بتتحمل كل الظروف الجوية مهما كانت صعبة، وطبعا بتتحمل ان هي ما يتمش تنظيفها لفترات طويلة جدا، مع ان هي بتحافظ رغم كل ده على دقة التصويب الخاصة بيه. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن مواصفات السلاح. ومن اهم المواصفات الخاصة بالسلاح ده ان هو بيستخدم طلقات عيار 7.62 من 100 ملي في 54 ملي. والخزنة الخاصة بالسلاح بيتم وضع فيها 10 طلقات، وطول البندقية 1225 ملي، وطول سبطانة السلاح 622 ملي، وزن البندقية مع المنظار 4.3 كيلو جرام، وزن البندقية مع المنظار ومع الحربة اللي بتكون موجودة في مقدمة السلاح 4.7 كيلو جرام. وعدد التجويفات الحلزونية اللي بتكون موجودة في البندقية 4 تجويفات، وسرعة الطلقة 830 متر لكل ثانية، ومدى الطلقة الواحدة 1200 متر. وبالنسبة لتبريد البندقية بيتم عن طريق الهواء. وبالنسبة للدول المستخدمة للبندقية فهي مصر والسودان وسوريا والعراق وليبيا واليمن.
وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية كمل كلام معاكم عن سلسلة أسلحة الجيش المصري، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.